السيد الرئيس، كلمة للفريق الحركي، السيد النائب سي محمد الزين. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة المحترم، بداية أود السيد رئيس الحكومة المحترم أن أؤكد لكم احترامي وتقديري لشخصكم الكريم، لكن تواجدنا في هذه القبة الموقرة طبعا هي مسؤولية ألقاها الشعب على عاتقنا وطوق بها أعناقنا. لذلك لما كنوقف أمامكم السيد رئيس الحكومة فهي بصفة نائب الأمة يسائل السيد رئيس الحكومة. لا نختلف كأشخاص، ولكن نختلف عندما يتم المساس بقوت المواطن وجيب المواطن ومائدة المواطن وكرامة المواطن. سهل جدا سيد رئيس الحكومة نصفقوا عليك، ولكن كما كيصفقوا عليك الأغلبية ديالكم، ولكن حنا كنبغيو أكثر منهم. علاش؟ لأن حنا نسعى باش يصفقوا عليك المغاربة وأنت غادي في الشارع، نسعى باش تكون في السيارة ديالك تهبط الشرجم يشوفوا المغاربة ويبتسموا في وجهك. هذا هو هذا هو هذا هو الله يخليكم. من فضلكم السيدات والسادة النواب، جلسة هادئة نستمر في الله يخليكم نستمع إلى بعضنا البعض. السيد النائب سي غيات، سي غيات، صافي سي غيات. تفضل سي محمد سيوزي. شكرا. غريب، اول مره في تاريخ المغرب ربما كنشوفوا نواب الامه عوض انهم يرافعوا على الشعب المقهور ولاو تحولوا كلهم الوزراء باش يدافعوا على الحكومه. وراه الشعب اللي صوت عليكم ورافعوا على الشعب وغوتوا على الشعب اللي جابكم لهنا، راكم قلبتوا الموازير، تقلبات عندكم. السيد رئيس الحكومه، طبعا كما قلتم في زمن لا يقين الاقتصادي هو واقع أمط الليتام أيضا عن اللايقين الحكومي. خصصنا، نفذنا، زدنا، حاولنا، باشرنا، مجرد إعلان نوايا سيد رئيس الحكومة بدون جدوى ولا أثر. اللهم بعد المحاولات الترقيعية خرجوا شوفوا المغاربة اش كيقولوا وهم ينزفون الدم تحت وطأة الغلاء والوباء وصيحات وحكومته ولا مجيب ولا معين. نسجل خطابكم التفاؤلي أكيد سيد الوزير، ولكن كان بودنا أن نسجل أيضا خطابكم التفاعلي بإجراءات ملموسة تخفف من معاناة المغاربة المقهورين. هنا بغيت نسألكم سيد رئيس الحكومة المحترم، أنتم اللي وعدتوا المغاربة أنهم يستاهلوا حسن، عن الجرأة ديالكم، عن الشجاعة ديالكم، الإبداع ديالكم في تدبير العافية اللي شعل في المغاربة اليوم في جيوبهم والمائدة ديالهم، علاش مازال كترددوا أنكم تسقفوا الأسعار بعد ما عرفتوش التردد في تسقيف الأعمار، ولا على الأقل مراجعة تسعير المحروقات كما دارت دول أخرى عبر مراجعة هوامش الربح ومراجعة الرسوم وتقليصها ولو مرحليا في انتظار باش يرجع السوق ربما المحروقات الاستقرار ديالو.
عندك الحق بناء على الصلاحيات ديالك السيد رئيس الحكومه المنصوص عليها في الماده 2 من قانون حريه الاسعار والمنافسه، والماده الاولى من الرسوم الصادر في 2014، انك تحمي القدره الشرائيه للمواطنين المغاربه المقهورين. علاش ما فعلتيش هذا الحق اللي كيعطيه لك القانون؟ لان هنا كتبان الجراه ديال الحكومه، هنا كتبان الحكومه عندها الكبده فعلا على المغاربه. مراجعه هامش الربح اجراء اتخذته واحد المجموعه من الدول كاجراء تضامني، شويه هكا وشويه هكا. الفاعلين في المحروقات، وهنا بغيت تصحح لنا ايضا هذه المعلومه السيد رئيس الحكومه، كيتقال وكيتروج انه راكموا ارباح خياليه، فقط 17 مليار درهم حتى مطلع 2018، 38 مليار درهم حتى نهايه 2020، 45 مليار درهم حتى نهايه 2021، واكيد مع ارتفاع الاسعار هذه السنه غادي نوصلوا ربما لمستويات الهامش الربح اللي اكثر واكثر، لان كنشوفوا الهامش الربح في منحه السعودي على حساب القدره الشرائيه ديال المواطن اللي شفناها في منحه تنازلي. بكل موضوعيه، ازمه المحروقات اليوم سيد رئيس الحكومه كتحمل فيها المسؤوليه الحكومه السابقه والحكومه الحاليه المسؤوليه بجوج. انت شوف راه ماشي مجال المزايده او الشعبويه، حنا كنعتبر بان الوطن والمواطن فوق المواقع وفوق منطق الاغلبيه ولا المعارضه. الحكومه المغربيه السابقه طبعا طلبت من المحكمه التجاريه الاذن انها تكري صهاريج التخزين الخاصه بالاسامير في سياق حاله الطوارئ الصحيه. ديك الساعه كان البرميل واصل ل 20 دولار، وهو الطلب طبعا اللي استجابت له المحكمه على الفور، لكن الحكومه لم تولي اهميه لهذا الموضوع. شنو وقع؟ ضيعنا على خزينه الدوله المغربيه مداخيل مهمه، فاقت 7 مليار ديال الدرهم من خلال الفرصه ديال اكتناز النفط الخام. ثم المسؤوليه ديالكم هي رفضكم السيد رئيس الحكومه لمناقشه مقترحي القانون المتعلقان بتنظيم اسعار المحروقات وقانون يتعلق بتفويت اصول شركه الاسامير، وتم رفض الحكومه لمقترحي القانون وبدون تعليل لهذا الرفض، ربما او مبرر مقنع. وراكم كتشوفوا بالامس في جبهه ديال الانقاذ ديال المصفى ديال الاسامير اللي اعتبرت تصريحات ديال الحكومه هو تشجيع للوبيات التحكم في المحروقات ومعاكسه لمطالب الشعب حسب التصريح ديالها، كما صرحت طبعا وزيره الانتقال الطاقي واللي فاجاتنا بتصريح غير مفهوم ان لم يكن غير مسؤول، مفاده ان مخزون البلاد لا يتعدى 26 يوم. ويظهر ان السيده الوزيره وقع لها ربما خلط كبير بين المخزون الامني المحروقات والمخزون الاستراتيجي. لذلك نريد منكم السيد رئيس الحكومه تقديم ايضاحات بخصوص المخزونين معا، بحيث اذا كانت السيده الوزيره على صواب راه مشكله، انا كنعتبرها دعوه للفتنه. 14 سنه والمخطط الاخضر ينعم في استقرار اداري وسياسي واقطاعي، كلفت الدوله 14000 مليار سنتيم. 14000 مليار سنتيم، ماشي 100 مليار، ماشي 200، ماشي 1000، ماشي 7000، 14000 مليار سنتيم، اي بكلفه ماليه ومائيه مهمه في اول امتحان. وطبعا كلنا هللنا وصفقنا لهذا المخطط في اول امتحان، من حقنا التساؤل اين تكمن مكامن نجاح هذا المخطط واين هي البصمات ديالو على مائده المواطن المغربي. السيد وزير الفلاحه قال لنا في الاثنين الماضي كل شيء موجود السوق، صحيح الله يجزيك بخير كل شيء موجود، ولكن باي ثمن؟ المغربي اليوم يشري اللحم او قاش قادر يشري الخضره، بمعنى دمرنا مائده المواطن والاكله المتوازنه ولات خارج الاستطاعه ديالو، ولا خاصو الا شرى هذه ما يشريش هذه. تقولنا طبعا التصدير والانتاجيه هذا جواب اكيد هادشي كنعرفوه، ولكن بغينا نربطوه مع الملايير التي صرفت على المخطط، ماشي فقط الدراهم وانما ايضا ملايير الامتار المكعبه من الماء في الوقت اللي مجموعه من الدراسات دقات ناقص الخطر كون المغرب من البلدان اللي غادي تعرف واحد الشح المائي كبير في افق 2025. برنامج مواكبه دعم مؤقت لمهني النقل المرتبط بالمحروقات اللي خاصو يستافدوا، سبقوني سبق لي سيد النائب قالها سيد رئيس، هما المهنيين الفعليين سيد رئيس الحكومه، هما الشوافر، هما اللي كيخلصوا المازوت، ماشي صحاب المأذونيات ولا مالك المركبه، هادو كيشدوا الرصيطه ديالهم في اخر النهار وانتهى الكلام. ثم دعمتوا وغيبتوا المعيار المجالي، بحال كار كيدير تين غير طنجه، بحال كار كيدير الرباط المحمديه، ما كاينش الفرق. ثم راه هاد ما عرفناش واش يومي واش شهري واش غير مرحالي، ما تحددش، يعني كاين راه مازال الناس كيتسالوا، زعما هادشي ما واضحش. ثم قصيتوا النقاله ديال الخضره، وربما هادشي هو اللي كيفسر علاش الخضره ربما طلعت شعلت فيها هاد العافيه، قلتوا قلصتوا الصادرات والعافيه مازال شاعله، يمكن هذا ما بين الاسباب. قصيتوا الموزعين ديال البوطه، واش بغيتهم حتى هما بغيتوا يزيدوا فيها؟ اما المواطن غادي تخليه طبعا يتحمل مسؤوليته، هو مستعد باش يتحمل المسؤوليه ديالو، خاص غير بمقابل الحكومه تتحمل مسؤوليتها ايضا. مشروع قانون الاعمال المقايسه اللي جايب لنا السيد رئيس الحكومه اجراء غريب، لانه ببساطه يعني رفض اسعار النقل والتنقل باسعار المحروقات في وقت من المفروض تسقيف المحروقات.
الخلاصة المواطن المقهور هو الضحية، وانتم طبعا جايبين هذا المشروع في الموضوع زعما مانايد مانايد غير زيدوا الله يسخر. مقاربتكم لمنظومة التشغيل عبر فرصة وأوراش السيد رئيس الحكومة نعتبرها مقاربة عقيمة. أوراش إعادة إنتاج الإنعاش الوطني والخدمة المدنية، رغم أن الخدمة المدنية كانت فيها عامين وكان موضوع إدماج في الوظيفة العمومية. فرصة أيضا إعادة الإنتاج المقاولاتي ثم 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 انطلاقة. ومن دابا كننبهكم المخاطر التي ترتبت وستترتب على التشغيل المؤقت، ونحذر من تنسيقيات جديدة للمفروض عليهم أوراش فرصة. حذاري ثم حذاري من تأثير الكبرى، تلك التأثير الكبرى اللي لما كانت بريطانيا مستعمرة الهند سنت واحد القانون سمته قانون الكبرى. الكبرى هو ذاك حنش بوسكا باش عرفوه المغاربة. كثرت الكبرى قال لهم اللي دار واحد القانون اللي جاب ذاك حنش بوسكا غادي ياخذ مفاجأة، غادي ياخذ واحد المكافاة. عباد الله ولاو كلهم كيربيو ذاك الحلوسه في الديور وفي الضيعات باش يقتلوهم ويمشيو ياخذوا المكافاه. لما انتبهت الحكومه وقفت القانون، لما توقف القانون الكبرى ما بقى عندها ثمن. شنو وقع؟ كلهم لاحوا الزنقه وعملوا الزنقه بالكبرى، وطبعا ولينا في مشكل اكثر من الاول. فحذاري ثم حذاري من اننا فعلا نخلقوا تنسيقيات غادي يعملوا لنا الشوارع مستقبلا. حولتم حقوق دستوريه في 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 الشغل وفي الكرامه الى فرص واوراش ومواكبه ومواكبه. المغاربه ما بغاوش فرصه، بغاو حقهم في الشغل. السيد رئيس الحكومة، الطامة الكبرى هي الدعم التربوي في إطار برنامج أوراش، وهذه كارثة السيد رئيس الحكومة. جنتم معطلين في قطاع حساس كيتعلق منظومة التربية والتكوين بدون تكوين ولا كفاءة تعليمية، وما سقفتوش هذه المرة السن. وشوفوا دابا في الوضع التسقيف، دابا السن طار ما بقاش التسقيف. دابا هذه كيفاش غادي بعدين غادي نفسروا هذا التناقض المغاربة. والغريب أنه في بعض المناطق جاءتوا القرعة وهي بدعة أخرى. القرعة دابا جديدة شي معمول، كان القرعة بدعة أخرى تنضاف إلى بدعة 30 سنة التي تنكرتم لها تحت شعار الكفاءة والتميز. كيفاش غادي نديروا معكم؟ كيفاش غادي نفهموا هذا التناقض ديالكم؟ لاختيار خمسة معطلين وخمسة مشاريع صغرى في جامعات قروية محدودة خصصتوا 25 مليار للمواكبة الإدارية وما يقرب 2 مليار ونصف للترويج لفرصة من طرف مؤثرين افتراضيين. وهذا فعلا يدل على أننا أمام حكومة افتراضية اختارت استبدال المغرب المؤسساتي بالمغرب الافتراضي. واش عارفين فين غاديين ولا غير صايقين؟ 125 مليار كلفة فرصة ضيعنا منها الربع في الدعاية في عز الأزمة. شوف شحال كلفكم العقم التواصلي ديالكم السيد رئيس الحكومة. حكومة عاجزة عن التواصل، دليل لجوءكم إلى مؤثرين لأن خطابكم لا يؤثر على الشعب. والمغاربة كيضحكوا على هذا الشيء، قال لكم مؤثر غادي ياخذ 30 مليون باش يقنع واحد، غادي ياخذ 10 المليون إلا ما رداش غادي يمشي للحبس. شوفوا دابا ردونا ضحكة. السيد رئيس الحكومة السيد بس شي واحد في الإخوان تحدث على قانون المالية التعديلي، هو مطلب نادينا به كحركة شعبية. اليوم جميع المؤشرات أصبحت متجاوزة، نسبة النمو، تضخم، العجز، هذا الشيء ماشي حنا كنقولوا، بشهادة البنك المغربي. وبناء عليه الاختيارات ديالكم الاقتصادية والاجتماعية أصبحت متجاوزة، بمعنى أنه من الصعب عليكم أنتم الوفاء بالتزاماتكم أو ما سميتم في برنامج الحكومي ديالكم دون الحديث عن وعودكم الانتخابية. وهنا بغينا نسولكم حول مصدر اعتمادات استثنائية غير مبرمجة في قانون المالية بحال المواكبة. لأن المواطن ولا 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 كيتساءل، كيقول فاش كيبغيو الفلوس كيلقاوها، فاش ما كيبغيوش الفلوس ربما كتغيب. إصلاح صندوق المقاصة، هذا الموضوع مازال غايب عندكم. أين تصور الحكومة لإصلاح هذا الصندوق؟ اليوم لازلتم تعيدون إنتاج ما سبق، الموت والطحين والسكر والبوطة دام الحكومات السابقة. بنفس القياس أي تصور لإصلاح التقاعد؟ حسب ما يروج حول وزارة المالية تريدون أيضا إنتاج ما سبق، أنتم وقال بغيتوا تزيدوا لنا واحد عامين أخرى. أين الإبداع والاجتهاد لحكومة الكفاءات المزعومة في منظومة الأجور؟ هي بتصور للحكومة. بغيناكم اليوم تعطيونا أجوبة دقيقة. إصلاح الوظيفة العمومية، حنا كحركة شعبية مع التوظيف العمومي وهو موقف حركي ثابت. ما رأيكم أنتم السيد رئيس الحكومة والأحزاب الممثلة في حكومتكم؟ وفي هذا الإطار كنسألكم السيد رئيس الحكومة ومن خلالكم أحزاب الأغلبية على ما يلي: برنامج فرصة للحكومة الحالية اللي توزع الملايير وليكون وغادي وسيكون على الحكومة المقبلة استخلاص الديون. دابا المفارقة شوف هي هذه، أنكم كترهنوا المستقبل وكتنكروا الماضي. الأساتذة لا زالوا ينتظرون 2500 درهم إضافية دون احتساب باقي الموظفين. النساء الحوامل كينتظروا 200 درهم على الولادة الأولى في عهد هذه الحكومة و1000 درهم على الولادة الثانية. طبيب أسرة يزورها في كل وقت. بطاقة ذكية اسمها رعاية تفتح للمواطن باب الصيدلية بالمجان. ومتعاقد ينتظر الإدماج.